صباح الخير. عاملين ايه يا حلوين؟ انا مجرد ما بفتح لايف في اي مكان بحس الناس كلها بتبص عليا، وطبعا مش عارفه ده ايه ولا ايه. صباح الخير برضو سلمى، ما لكيش دعوه لو سمحت، انا اقول صباح الخير في اي وقت. وحشتوني جدا جدا جدا، بقالي كتير قوي ما طلعتش لايف. ريم بتقول لي شو صار على حساب حنان الخضري في انستا. والله يا جماعه انا يعني انا نفسي مش عارفه، حاولت اوصل لحنان كتير جدا 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 مش عارفه اوصل لها. كنا متكلمين قبلها باسبوع وعايشين الحمد لله كويسه وكل زي الفل وتمام. فاتمنى ان هي تكون بخير، وهي وحشتنا كلنا والله العظيم، وكلنا مشتاقين نشوفها ونسمع عنها اخبار طيبه. بس ان شاء الله ان شاء الله هي بخير، ان شاء الله تكون يعني ظروف او حاجه وتمر وترجع ليكم باذن الله من جديد. انا فول العرب بحقيقه، عرفت ازاي يعني اللي عرفت عرفت ازاي. ان شاء الله زيارتي على الرياض السعوديه هتبقى في شهر كمان ايام يعني ان شاء الله باذن الله. دلوقتي بحضر نفسي وبجهز كل اموري عشان باذن الله اجي. فدعواتكم بقى الكويسه والطيبه. عندنا ان شاء الله حفله حلوه قوي في اوتيل ريتز كارلتون في الرياض في اسبوع الازياء الدولي، ان شاء الله يعجبكم قوي. والناس اللي بتحضر تنبسط، واللي يكون حجز يكون حجز، واللي حجز ياكد حجزه كل حاجه. انا قاعده هاكل سلطه، هاكل سلطه سلمون. انا من عشاق السلمون يعني، في اي حاجه في الدنيا تحط لي سلمون تلاقيني دايسه فيه جدا. ستار اكاديمي يا ريم احبك مره ودايما بعيد مقاطعك في ستار اكاديمي. ان شاء الله يا جماعه هرجع على لوبس تاني، عشان في ناس كتير قوي كانت متابعاني على لوبس، وحتى الشرط ان هي كانت تتابعني على انستجرام. فانا راجعه على لوبس تاني، هعمل لكم فيديو بالاي دي لوبس بتاعي، وكل اللي تابعني عليه تاني ان شاء الله. اهلا من فانز حنان ورافي. برواز يا برواز منوره يا روحي، كل سنه وانت طيبه. عقرب سيد يا قمر، ميرسي يا ساره، شكلي حلو من غير ميك اب اي حاجه خالص. كيفك يا اختي يا اختي يا اختي؟ يا جماعه انا برواز انا اللي معلماها يا بت ومعلماها يا اختي، فهي بتفكرني بتعليمي. ماشي استناني على لوبس. كل سنه وانت طيبه يا هايدي، مستنيين جديدك. ميرسي، ربنا يخليك يا رب. ان شاء الله كده باذن الله جديد يبقى حلو وقريب. بس صدقوني انا مستنيه دايما ان انا اقدم لكم احسن حاجه واكتر حاجه انا شايفه ان هي ان شاء الله هتفرق. ميرسي يا دينا، رفع معنوياتي يا دينا. ميرسي يا روحي. ايمان، ايمي يا ايمي وحشتيني يا ايمي. عندي سلام من دلوقتي مع باجت ولا ايه بقى؟ تعالي يلا. لا انا طالبه بصراحه صورة سلام واكلتها قبل كده عجبتني قوي. ترى ايه الجديد الفترة الجاية؟ كلمينا عن إدارة أعمالك الجديدة مع أستاذ تامر. أستاذ تامر بمهن طبعا يعني غني عن التعريف ما شاء الله، يعني شخصية محترمة جدا، وأنا مبسوطة أوي إن أنا معاه. إن شاء الله الفترة الجاية بإذن الله هتلاقوا شغل حلو كتير. أنتوا عارفين أنا ما بتكلمش عن الفات أو ما بتكلمش عن حاجات لسه ما عملتهاش. أنا دايما بالنسبة لي الشغل والجديد والتركيز
الحاجات الحلوه اللي هتفرحكم باذن الله وترفع من شاني وترفع من مستوايا هي اللي هتتكلم، مش كلامي هو اللي هيعبر عن ايه اللي جاي جديد او ايه مش عارفه ايه. بجد خسيت يا رانيا، انا مبسوطه قوي ان انا سمعت الجمله دي من ناس بقالها كتير قوي مش بتقول، فانا حاسه ان انا فعلا الحمد لله خسيت. كمان يا جماعه هو بجد الكارثه الصحاب، صحاب السوري يا جماعه اللي بيحرضوك على الاكل. فانا صديقتي يعني اعز واحده لقلبي بتحب الاكل جدا جدا، وانا بحب الاكل برضو، فلما بنتجمع مع بعض بنجيب اكل، واحنا بنتجمع مع بعض على الساعه 10 بالليل، فدي كارثه بقى. المهم كصاحبتي دي انا طبعا الحمد لله يعني ربنا يخليها لي ما خسرتهاش ولا حاجه، بس القصه كلها ان هي عملت دايت وبقت بتروح الجيم، فهنا بقى حصلت طفره في علاقتنا انا وهي، ما بقيناش بنتجمع ناكل، بقينا بنتجمع في الجيم، بقينا بنتجمع مثلا نجيب اكل هيلثي حاجات كده. شكرا ميرسي قوي. انا ماشي يعني. المهم ايه هتوقعوا تاني ولا تمام؟ فرقوا ال ايه رايكم حلو؟ ومن جوه فيه بتاع من جوه ده بتاع حلو قوي. ف الله يهنيك يا جماعه، خليكم معايا. المهم نرجع تاني لموضوعنا. انا بحس ان مش حاجه غريبه، بس الناس مش هتتفرج عليا مش عارفه ليه، فكروا ليه يا جماعه. المهم انا اتلخبطت عشان بكلمكم وانا عايزه اكل، مسكت الشمال يمين واليمين شمال. المهم تبدلوا معايا الاول. الله يهنيكوا يا رب. نأجل الأكل شوية نتكلم مع بعض. ايه ده؟ خلاص يا جماعة دي حجر مش عايش محمد. طبعا تمثيل تمثيل التمثيل التمثيل، والله لحد دلوقتي ما جاليش صراحة عروض كويسة لرمضان الجاي. اتمنى طبعا ان شاء الله ان انا اعمل لكم حاجة حلوة وتحبوها. علي قدامي نمرة بابا عشان اشكره على حسن الانتاج. حسن الانتاج يعني جملة غريبة جدا، بس تمام يعني هعتبرك ما قلتهاش. يا جماعه الاكل محتاج زروطه، انا مش عارفه زروطه في اللايف. المهم تقول ايه؟ قالت ايه؟ هايدي اخبار علوش؟ الحمد لله بخير. ناكل ده بجد؟ انا راح اعمل تنظيف بشره بكره ان شاء الله. انا يا جماعه بعشق حاجات البنات جدا، هي احب بنات ولا بنت فاكيد بحبها صح. اخبار علوش ايه؟ الحمد لله. انتوا ممكن تبعتوا لي برضه تسالوا عادي يعني عن صحته هو. منوره اللايف كله، اهلي ولا زمالك؟ انا خلاص انا مش هقول الاجابات دي تاني والله. ميرسي يا ياسو ميرسي. كافيه ولا في مطعم؟ الاثنين، بيقدم ده وبيقدم ده. لا انا مش عارفه كل حاجه عن كل الناس. احمد زيدان بيقول لي غني اي حاجه وانتي بتاكلي عشان تقويم الصوت. يعني يا راجل في حد بيقيم حد وبياكل؟ تيجي ازاي؟ طيب هو في ناس ماشيه بتاعه سوبر مان في النور مش عارفه ليه.
على نفسي، انا بعشق السعوديه لاني عندي انطباع حلو قوي 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 اول مره في حياتي، يعني بعد ستار اكاديمي كانت اول سفريه ليا السعوديه، فاحساسي ان انا في السعوديه ده عمري في حياتي ما انساه. المحبه وال يعني انا كنت حاسه ان انا رايحه مصر، يعني كنت ماشيه بمشي في الشارع بجد حاسه ان انا يعني ماشيه في مصر، الناس اللي بتحبني، الناس اللي بتشوفني، الناس اللي عارفاني، الناس اللي كل حاجه. انا عمري في حياتي ما هنسى زيارتي السعوديه بعد الاكاديمي، متشوقه قوي للرياض والاهل السعوديه، وحشني اشوفكم قوي يعني بجد. انا فرحت بالحفله اصلا بسبب الموضوع ده اكتر من الحفله شخصيا. فيك شبه من ممثله تركيه اسمها ايه؟ ريناي كايا. سافر ان شاء الله الرياض باذن الله. اتخضيت، حسيته جاي يقعد معايا او جاي يمسكني من قلبي. افهمي كمان لما عامل واحد بلوك على قلبكم نقبت والله. شيرين سيف النصر، حمدي انت معلومة على حاجة غريبة قوي. حمدي قالها انا وانا صغيرة، وانا مثلا من وانا عندي مثلا 10 سنين كان لحد 15 سنة كان كل اللي يقول لي شبه حد كان يقول لي شبه شيرين سيف النصر، مع ان انا ما كنتش شايفه نفسي شبهها خالص، مش عارفه ليه. حاجه لونها زيتي تقريبا زيتون. اتفضل اطلب براحتك اؤمر. من الحفل في الرياض في اوتيل ريتز كارلتون، معرفش افرحة هو مكانه فين في الرياض. امتى الدير جاست؟ الدير جاست مش عارفة امتى قدامه شوية، يعني اعتقد بيبقى في اخر شهر 12 سياسة الانفتيشن ما نتليش بتاعت الحفلة، فلسه مش عارفة بتاعت الجمهور السعودي. كلمة الجمهور السعودي والله العظيم انا فعلا فعلا محظوظه بيك فعلا. جوعتكم بجد. انا باكل ايه؟ باكل سلطه سلمون بالجرجير. اجيلكوا تاني.